مشاهدينا الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من جديد كنتلاقاو بكم على قناه شوف تي في من خلال برنامج رمضانيات اللي كنطرحوا من خلاله سؤال في الدين. وسؤالنا اليوم هو سوره الانفطار شحال فيها من ايه؟ سوره الانفطار شحال فيها من ايه؟ اجيو معنا نتعرفوا على الاجوبه. سوره الانفطار شحال فيها من ايه؟ خويا ما قاريش ما عارف. الله عليك. هادو 20 19 ولا 20؟ 20 19 ولا 19 ولا 19 20 مصممة إن شاء الله. و 19 والله ما حافظتش أنا هذا بزاف القرآن. هذيك اختيارات؟ إيه. واش فيها 19 آية 21 آية ولا 22 آية؟ 21 آية. لا جواب خطأ. فيها خمسة؟ لا. عندك اختيارات؟ اها اعطيني. 19 آية 20 آية ولا 21 آية؟ 20 20. لا الجواب خطأ. 19 ولا 20؟ 19 ولا 19؟ 19. ما شاء الله عليك وبالتالي كتفوزي معنا بهذه الهدية رمزية مقدمة لك من طرف قناة شوف تي في. ميرسي شوف تي في. 19. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الحمد لله. بالتالي كتفوز معنا بهدية رمزية مقدمة لكم من طرف قناة شوف تي في. الله رمضانكم مبروك. الله يكرمك. على المغاربة وعلى المسلمين الكل. السلام عليكم. ما قاريش اخويا. عندك اختيارات؟ نعم. عندك اختيارات؟ لا ما قاريش. سورة الانفطار شحال فيها من آية؟ فيها 19 آية. ما شاء الله عليك وبصحة وراحة. هذه الهدية رمزية مقدمة لكم من طرف قناة شوف تي في. بصحتك. الله يحفظك اخويا. شكرا. كاين فيها شي 19 آية. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وبالتالي انت محظوظه معنا كتفوزي معنا بهديه رمزيه مقدمه لك من طرف قناه شوف. شكرا 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 على هذه الهديه المتواضعه زوينه. تنشكركم وليدي. الله يكبر بك. الله يطول عمرك. شكرا. ورمضان مبارك علينا وعليكم بالتيسير ان شاء الله. ودعوا لي بشي حجه. امين يا رب. امين. وهذه هي أجواء برنامج رمضانيات وكيف ما تابعتوا معنا أن كانت الأجوبة متعددة ما بين إجابات صحيحة وإجابات خاطئة. وصورة الانفطار فيها 19 آية. صورة الانفطار بطبيعة الحال اللي كنت واجد في الحزب 59. بهذا ما بقى لي مشاهدينا إلا أنني نودعكم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله على قناة شوف تي في. السلام عليكم.